سلوفات البوتاسيوم 50 كيلو جرام للفدان م. وده طول السنه م. ده مميزاته نمره واحد يعني تنشيط. مره واحده بس واحده بس أوه. تنشيط الجذور اهم عامل في انتقال العناصر من التربه للنبات م. ومن النبات لجميع اجزاء النبات آه جوده ثمار عاليه جدا بالنسبه للخضروات وبالنسبه للمحاصيل الحقليه لو انا عندي مثلا محاصيل زي تخزينيه زي البطاطس زي البطاطا بتديني جوده للثمره جوده ليس اللي هنتكلم النهارده مثلا على الذره كيزان الذره ما حصلش فيها اي تعفن ده كله البوتاسيوم م. اللي هو لازم يبقى موجود في التربه م.